ميرسي. اسم الجابي صعب. انا مين وشو بشتغل؟ افضل انك ما تعرف. 20% من اجمالي المبلغ العملي المفروض انها تتم مع مستر كمال هدايه اللي هو خيك، وهيدا طبعا كرمال انه الاتفاقيه تمر من غير ايتها مشاكل. هو انت؟ انا شخصيه اعتباريه وجيتك اليوم تحكيك باسم المجموعه، انما اللي وراي كتير اكتر ما تتصور، ومن مصلحتك انه يكون في ود بيننا. لو قلت لا مستر عمر، انت اكيد بتعرف ليش احنا اخترنا شركه مستر كمال. هي الوحيدة بالمنطقة اللي بتشتغل بمجال إعمار سوريا والإنشاءات والكهرباء الخاصة فيها، وهو هيك بالنسبة لنا الشريك المناسب. بقول لك إيه يا مستر جابي، كمال مش هيدخل المشروع ده، الأمر انتهى، ده البزنس بتاعكم، فبرضو المشكلة بتاعتكم شوفوا حد تاني بعيد عننا. مستر عمر، هيدا الحكي مش حيصير، وانت رح تفكر وانا رح امر عليك بعد يومين، واكيد رح نلاقي حل لك. ولو مش هيحصل هتخوفني؟ لا لا ابدا، بس كل اللي بحسن لك يا انه هيدا البزنس رح يتم باي طريقه، ما في حدا بيقدر يوقف قدامي. من الافضل انه نكون اصدقاء، افضل بكثير من نكون اعداء. This meeting is over. مستر عمر، خذ مرتك وفكر، وانا رح مر عليك بعد يومين، وانا اكيد انه حنوصل لحل طبعا يرضي الجميع. انت يا غبي مش عارف مين ده؟ اهلا بيك. سوري يا عمر، اسمع، كيف بسو دن يون دن مان؟ ناتورليش، بي جيت خالتك. مين ده؟ انت مش عارف ده مين؟ لا ما اعرف. عمر هدية. ايوه مين يعني؟ He's one of the most important businessmen worldwide. عاش من شافك يا عمر، وحشني. وانت كمان، انت على بالي دايما يا بولبو، بس انت اكتر واحد عارف ظروف الشغل. شغل؟ الشغل برضه؟ ده انا يا راجل لسه شافك من كام اسبوع ومعاك حتة شغل. تجنن. زفار بيكليش ان شينس شتيك ارض. نفسي في شغلانه زي دي يا عمر. لازم نستفيد. دايما باصص في الطبق اللي باكل فيه. بس اللي بياكل لوحده بيزور. مش دي من اختي عارفه. قول لي صحيح، ايه اخبار المول الجديد اللي انت هتبنيه في مصر؟ انا سامع انه هيبقى حاجه جامده قوي. ما انا كنت عايز اشوفك عشان كده. خير، تحت امرك. عايزني ابنيه لك؟ عايزك تشاركني. اشاركك؟ يا راجل قول كلام غير كده، ده انت ما بتشاركش حد حتى اخوك. ممكن تسيب اخويا بره الموضوع لو سمحت وتركز فيا؟ انا هخش ب 40%، انت تاخد الباقي. وكمان نسبتي اكبر؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ايه؟ هي ارض المول دي فيها عفاريت ولا ايه؟ ما اخبيش عليك يا عمر، انت فاجئتني. بس اشهد لك انك من اشطر رجال الاعمال، مش المصريين بس، لو العرب كمان. وكمان شغلك في الخليج مكسر الدنيا. لكن انت مش سهل يا عمر، وشراكك شيء مخيف. انت ناسي عملت ايه مع فهم الصايغ؟ حاسه تصفر جيسن يكنيشت. لو سمحت يا بولبو ما تعملش زيه، اصلا مش اي واحد معاه قرشين يبقى راجل اعمال. يا عمر بس ده انتهى، ديزا سايت اس فور باي. هو كان فاكر نفسه منافس، الكونكورنت،
بس احنا بنتكلم في الشراكة. Wenn du dir Sorgen machen solltest, dann setzt du die Verträge auf. Ich unterschreibe alles. هات حتة ورقة، اكتب اللي انت عايزه وانا حمدي فورا. على ذكر الورق، عملت ايه مع وزارة الاسكان؟ انا سامع ان هما مش عايزين يعتمدوا لك الرسوم النهائية، ودي نقطة مهمة لازم تخلص منها قبل ما نمضي اي اتفاق. ما انا نازل مصر عشان كده وعشان احل المشكلة دي. تمام؟ دي مهمة. بالراحة كده زي ما انت مغمضة. ايه الجو ده؟ استني. في سلمة؟ سلمة؟ ايوه هو ده. اتفرج. شريف تحفة. سوقك طلع يجنن. طب ما تيجي نروح نجيب حاجتك من الأوتيل بقى. حاجات ايه؟ لا طبعا حاجتي كتيرة قوي ومحتاجة وقت عشان تتجاب، مش تتجاب مرة واحدة كده. طيب لما تبقي جاهزة أبقى أساعدك. واجيب لي حاجات للتلاجة، كل حاجة أنت بتحبيها، ونطبخ سوا. أيوة بقى. ميرسي يا شريف بجد. ثانك يو سو ماتش. في إيه يا شريف؟ في إيه؟ الله؟ سوري. تعال وريني المطبخ. Wie sieht's aus? Die Liste mit den potenziellen Partnern fertig. طبعا يا فندم جهزت لك ملف بكل الشركاء المناسبين. وعملت لك بريف بيوضح كل واحد علاقته قد ايه قويه بالحكومه والموقف المالي بتاعه بيبقى عامل ازاي وهتشوف بنفسك. Sehr gut. Okay. سلام كمال الدين؟ سالم كمال الدين يا ابني. انا رايي انه نبتدي بيه. صح؟ موافق جدا. تنزل مصر فورا، حدد لي مواعيد مع الناس دي، وانا هحصل لك كمان يومين. حاضر. شكرا دعوة. كوت يا عبد. في خدمتك هنا. عشر دقايق والاكل يكون جاهز. لسه موصل الشيف دلوقتي حالا. تي بون ستيك. اوه تي بون ستيك. ها اجيب لك ايه بقى هديه البيت الجديد؟ يعني مصطفى بعد كل اللي عملته معايا كمان عايز تجيب لي هديه؟ حددي الهديه اللي عاوزاها. انت هديتي يا مصطفى. يعني لولاك ما كنتش هقعد في البيت ده، ولولاك ما كنتش هحقق المشروع اللي انا بعمله، ولولاك ما كنتش عارفه ممكن اعمل ايه في مصر لوحدي. انت اللي قمر زياده عن اللزوم. كل الناس بتحبك من اول ما تشوفك. تشوف لنا حل في حلاوتك دي. الناس ولا بتحبني ولا حاجه. صافي مثلا حس كده انه رايها مختلف. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ لا يعني مجرد احساس، بس ان هي دايما قاعده كده بتستجوبني. اللي مضحكك قوي كده؟ عشان هي كده فعلا. دي طريقتها زي ضباط الشرطه. اول واحده تكتشفها صح. والله انا نفسي تبقى علاقتي بيها كويسه ومع عائلتها كمان، وخصوصا يعني ان احنا بقينا جيران. هي مش سهل تاخد على الناس، ومن الصعب جدا انها تامن لحد الا اذا كانت مجربه. يعني جايز تكون طبيعه شغلها في السياسه والعمل العام خلاها تبقى حريصة مع الناس اللي بتقابلهم لأول مرة، ومش بعيد تلاقيها عملت تحريات عنك وعن عيلتك كمان. تحريات عني أنا؟ يا ستي انت صيغة مبالغة، ما أقصدش يعني إنها عملت تحريات، قصدي يعني إنها حريصة في التعامل. لكن لما تعاشريها أكتر وتعرفيها كويس هتكتشفي إنها ست كدعة جدا مع الناس اللي بتحبهم. ولما تحبك وتطمن لك هتشوفي منها الوش التاني. Okay.